أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم مدام دنيا وزميلها الأستاذ فاهي من بلون أواي بيوتي سالون. أهلا مدام دنيا. أهلا. بداية بدنا تعرفينا شوي عنك وعن الصالون. بصراحة أنا اسمي دنيا العلي، جيت من سوريا من شي 7 سنين على الإمارات، وكانت عندي فكرة تأسيس الصالون من أول ما أجيت على البلد. حبيت أعمل صالون بيهتم بكل قصص المرأة، بكل قصص بصراحة، من شعر لفيشلز لسليمينغ لأيفريثينغ. وبدأت بفكرة الصالون شوي شوي، ساعدني أكيد أستاذ واهي، كان دائما معي خطوة بخطوة وبلشنا سوا. نتواصل مع الأستاذ فاهي مدير الصالون. أهلا أستاذ فاهي. مرحبا. أستاذ فاهي، ممكن تحكي لنا المزيد عنك وعن الخدمات اللي متوفرة حاليا في الصالون؟ مرحبا، معكم فاهي كليكيان من سوريا. عندي خبرة 21 سنة بهالمجال، وصار لي 11 سنة بالبلد بالإمارات. صالوننا بيقدم كتير خدمات متميزة، الهايلايت والكالرينج وهيركات، طبعا بنلحق الموضة دايما حسب كل مرة شو بيناسبها، ونعمل تريتمنت كثير قصص الاورجانيك، بنهتم اكثر بقصص الاورجانيك، فود فات فري هايدريشن، وعندنا خدمات للاظافر ولاشز وميك اب. استاذ باهي، ممكن تحكي لنا شو مخططين للمستقبل وشو رؤيتكم المستقبليه للصالون؟ طبعا بنفكر دائما بنكبر السيرفيس بالمحل صالون، وحابين نفتح افرع جديده بدبي وبارات دبي ان شاء الله. اتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق يا رب. بسنا. اخيرا بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. صالوننا موجود بدبي ميديا سيتي بقلب ريدسون بلو هوتيل بالويست تاور فيرست فلور، وطبعا فيكم توصلوا عن طريق الارقام التليفونات والسوشيال ميديا. شكرا جزيلا مدام دنيا واستاذ فاهي على تواجدكم معنا اليوم، نورتونا، ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح يا رب. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.